شن يتبان مدحونا سومر إيه دولة دجان كسوم عليه ده ميدول بوا اللي كين يجري مركز دمر ولا حري يجري ما هي سببته نظام كتكريه قوم السياد وفهمته وحياة هاي ضد ماينورتي أو معمولية ضد ماجورتي السلام عليكم إخياري كل أنتوا راكسن كسر دوا ده هنولاتو أريكم ويا الله حسين عبدي إسبدل كيتوبية محقق بع مركز لجهد له لغونا قيمة نولاش الصومالي دا كنو الدولة ديغان كصومالي دا وحبرامج كمرتي وقاه إبراهيم محمد حسين إبراهيم ديره وقاه قدوميها حسبيقا حرية دا إيا سنانتا إلوسو قابية فيب دولة ديغان كصومالي دا إبراهيم آدان وفر حسن عينا برامج كفو مرتي قاعدو مركو روح ربعينا بالمعلومات نغسي صوم مرنبا هرتو إسبدل ككجر إيتوبيا مسيا هميلو شيقي كردد كصومالي دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايان لي هنولات اد بنيدكم هاد علينيا سيدات مربى لبنت امه الصوماليات اد اسو تبيسو ارغتيدود ددكن اد مربى موضوع او افتيميسو مانتنا اد ربتو ان اد امه وحا او افتيميسو ددك ديغانك الصوماليه دا ايتوبيا ديغانك الصوماليه دا ايتوبيا هي ايتوبيا marka la yiraahdo wa hal dawla wana laba dawla وهل دولة أو فدرال وأنا لبى دولة يوما وحقاب إليهن قوني أو دولة اسمام الله إله إتوبيا حالي هذا وطاير وريقية مدحوين أنك قدم بيوم مدبكة كالردامة مليلك وحالي هذا وحادامة حيلي سلاسي ومليلك دولة ما أهين وحسكاها قروب فرد وضطو أمر بميلك وحبستو بوبطة حالي هذا حرر معلنت وقبصدي عيد مدي سوحوك وفصحي أفرتن بري الله الواحد دوران إني سمعيان، لا كفصن، لا بوبي، لا دعي، مركا عيدا كيس مشار ملها هنجرين، وحم مشاروها هدبة ونقوم يدا لقب صلاة، يا لدي هي كذا لدش مع صحن كي عربته، حيل الثلاثة يمد وحقة واحد دولة وإب، وكي أنتو كوقة حي إنجليز كي وعربي مركا تليان ويمادين وسيستم يوروبيان كسوية رأركي يوحد دولة لا وإب سمعي، سينا وحكة دم بي مانجستو، مانجستنا وعدهم. ووقت جا حيل السلاسة دتك يجيدها وحالها بقرك دين تضلكو حال باهي كنيسة لغة تضلكو هل أمحار باهي قومية دتك حكومتها أمحار باهي ولا لها بدتك من جست هيمت وحير بقدروا يروحوا دتك واسمين ومواطنين أنت أساسا نقصوا دري لنعكلوا شوي وخريمو كان لكن ويران أمحار كي أوروبي صومالي وحبه صام اسمه ودني الله يعني إنه ننقفنا هاي نمبر 2 وحكدم بملل زنهاوي وحو كان فدرال قومي ذا كل سنة وهو حجيري قومي ذا ولا سوي ذا قوميستي نول بو عباضيا نول بقى وحقوني أنا سينو وحقونا هاي نقال دحي إنكستو قومي ذا سمالي ذا هيد قومي ذا لبكو بنا أي مرحلة ذا كل حدا وحال الجوغا مرحلة ذا أبي أحمد إذا نوح كسي فرفران تهي مرحلة ذي أبي نكال ملل زنهاوي مركورت إيطاليا انتهى إسبدال بع مرايا. وها عجيب أمريكا إبراهيم وصورك أتكب حنا صورة إيطاليا ده. هنا الصومالي ده فهنتوا وحويد. صادوا شيء كي سوا بع لياب مركات في رسو إيطاليا ده عن صورنا إنه يصير نلش يدو أيه. مركا إيطاليا إسبدال كحتى لقى حد ليه. مركا ما دبها. أنت إسبدال أبيه كهر رئيسي وح إسبدالها هي سيستم يو. اسم أركتش عبيد وحبس كمان بدلين تصالة من جست حيل سلاسين تويم أو قبطي أو بقوجي بوكرسي سهستي سكو آسي حتى ما يلكلمه هنا وقولن for your information زناوي بكسوة صاري كرسي هستي س ميت كي ملا زناوي ميت كي حيل سلاس حتى قبورها عادي جامونا جين لكي من جست ماشي لقى عادي على سوا صار كدي بقاس لو سمي إذن محاب بدلي سيستم باسيستم بدلي ملا زناوي بيجيمت إسلام من جست ماشي كعادي شعبك واقيون قوميس يضط كدول النماذج وحبيس كمان بدلين دونس شعب يموق شعب مجرم محاوس مرك هذا اسمه بدل خلص كو سيستم مبدلين تورة شعبها كعضي تورة داس أي أرما هو عصليت أمحارو لسعتي عفر صومالي والغوة ذاك عين نظام كي تكريق مركب حالا ديه كراو حاد عي انتفاضة شعبية أما بلشك عضي وأمريكي كوبات وإثيوبيا كعدهم وحلو بدلوا سيستم ونا بدلين إذا دون الشعب هرت صاكر عليه ونمبر ون نمبر تو إسبدل كان رعاي كوهر محوك قد وين هاي كوي هر اللي بقوا ميدود الله بذو بعقلية جوميسيلي هين بيسو ببدل جرتين
يعني نك أمحارك وح أمسيين وأذيك كليه ما لين وين بأخذ بيني أمحارة وحويلي وحاتي إن بحالك أبايا وأنا نوقتها جين أنا كلها الله هيي كلها شعب كني محايل ورنتي أو مركي أمحارة ذي ودن كهيسين جيران قبل والبنين إنا حيل سلاسة لها أنا قبل كنا ينن لول إذا هذا حيل سلاسة عليه بعلها والله ليه هيبة جيدها هي ضدك يروح رمبنين بعله وحول مركي بحالك أبها ناتين ساس يفكران يجي تكريه مركي وحي أمسناين إنا يهين لبقو ميدود أو ضد كان يضد كان إسكاله لبوا ذا إسكو هيسين جيران ومركي كوبات أو عرشي إثيوبيا وقعنته وصوغ على قوميته لقومي سنجري متكمدة يدنا وارهنا نور أولع مركي إثيوبيا سيادة با وحكت اللي مجريدات كان حبشي دلها ولي يد أمحارة يتكري وحي سكوية مركي حبشي وحال سكوية أبصيني أنا والا إلى هذا حبشي نوالا إلى هذا لكن لبا قوميته ودين تودونا كريستان عيتهاي أغلب كودو بركون وحي بأمسين بهذا أمحارة وكلا إنا أبترسان هيا نبي الله سليمان وحبه هجري نقل إلى حين سلاسي أنك وحانا هاي سلالة سليمان سيادرت أنك وحانا لنا هجالي إلى هذا فلاشا يأتوه بيه جوكتا ويهود ومدو وإنت أنت أغا هي أدونك ذاتك مدو وحقو ميد يهود يجوكتا يأتوه بيه جرتا بك حتى عقلية دا استعماري قوينا إيه وضاتك ليه يهين وشعب الله المختار يهين بيه بأمسين يهين بيه مركب حان رباين عندها كو اسبدل كو اسبدل شعب معها سيستم بدلي لابا قومية دا ما يشقب ستوا قومية ديه لقومي سنجري يلا الظلمين جري تي ولي بظلمي قبضنا قرعا انا وضان سوالنا حوالان اسكالا هينا وعن قرقوري كرني يو بيرالي بي احايان قوري جيسي ما لوغو ايمان ولوغو بهدلين جري مركب لابا دا كفير انو تصدحات وقومية اغلبية مسلمة يعني توبية وحيابها اد لوغا الى لنجري وحاكم دا قومية مسلمين ما يشقب ستو ورمي بقولك بس ديتا ومسلم سادات ايضا وافكتر كلو سوكر باي رجل بيت كي كنيسه اي لما تابتان بها هذين القف نن با مريم لبا سنه اياسو لدي هجري لبا سنه غدود كنيسه دي با ريدا حيل ثلاثه مركه دمجيل كديلي سدا درتت ما بلغ الى الجريبه صدخ من فكتر بمركه فيريس مركه واو حسب ايتوبيا الشعب الصوماليه اما حج نقضه كغوبل كان ديغانك جوغا اما كمقدشه جوغا iyaga amhaar umbu yahay waligiisba xayla salaasana waa amhaar mundistana waa amhaar malazanaawna waa amhaar abiyeena waa amhaar maba kala aqrinayaan ba isbedelada lama kala yaqaan waaya markaan u imaado marka Soomaalida anaga maxay isbedelay dhankeena marka timaado sidii Itoobiya loo dhaqmi jirtay oo dadka Soomaalida ay jiga ku nool ama dowlad deegaanka ku nool loo dhaqmi jiray haday noqoto in dad loo soo diro xukuma oo dowladda dhex u soo dirsato maxay isbedelay marka koobaad waxaan islaahay nin gaalaha nin galbeeda قرار عجيب أنكو أركب حوجي للصومالي ده يتوبية دكتة دذالك يكوب بحين هيان إنا جوعان إن لقى بيقبى هاي هنا يكوب بحين أنا كميت نقضان قديس قديس كبرني بقى ها محاجرة قف كيتوبيان كي هي قومي دو دوني بهن نقضة عدو مشترك كوضع الحياة ليهن أول إلى هذا الصومالي معناه ما سمعنا زي مش جيجها جوا من مقدشي هجوا والو برنامج غري ها ايتوبيا كورسا ها ايتوبيا با يعني سياسه ارمها دبدا ايتوبيا انت هاد ابيه كهريسي وحاق قرنا اود صوماليات وبربر كايتوبيا سدا درتت اني جيجيجه جوي ادي مشكيه اسكو مد معناه حقا مرك حفيز كد توريا صومالي باتا هورتا تاسا جيرته بس ديدبا او اسبدلكو حتى دي سيستم كاستا يمادو قيب وين او حا جيرته ان اسبدلينن يدو Somaligo in aan muwaadiniinta kamid ahayn taa waa number 1 jirtaanka Itoobiya ba ku jirta basaa yaa saaku jirta waa taa maxaa iska bedelay hadda waxaan islaahay intu hadda yimid abiye talaabada koobaad wax ka bedelay waxa weeyaan foreign policy ama siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya ee ku wajahneyd Soomaaliya waxa iska bedelay oo ah wuxuu ku bedelay meeshii ahayd xooga Soomaalidu waa khatar Itoobiya wuxuu yiri xooga Soomaalidu waa xooga Itoobiya waxa ku dhisan tahay falsafadaas waxa ku dhisan tahay ninka oromigeeyii iyo anaga isku xadaaraana isku dad baana wana la wada guumaysan jiray si aad u ogaato luqada oromiga waxa lagu qoray muqdisho Itoobiya uma qorin abiye wuxuu aaminsan yahay Soomaalidu inay wax weyn u qabatay isagoon madaxweyne ahayn iyo Soomaalida la kulmi jiray Soomaalida wasaaraha markaas wuxuu dhigi jiray anaga waxa ay Soomaaliya noo qabatay abaalkeeda ma gudi karno waxa jir jiray laba nin oo halgamayaal ahaayo oromo ahaa nin la dhigi jiray waaqo guuto nin la dhigi jiray Cabdul Kariim Jaar waa labadii nin ee halganki u badnaa ee oromo gashay ee hubaysnaa hoggaamiyay
أبيه وحب واقشوك تي قبرجي نيك الهواقة جوته واقة جوته بصومالي وقاعد يجري نين أرامي أنا أبوها نين بصومالي صومالي أنا أبوها أنتوا كده الخطبة مركز رئيس الوزراء هاي وحكوا أننا خد كي الناجي أحلى بنكون تاجنا وحوها قصقص وحوها أرامي حرة هلجن إما هنا إثيوبيا حكومان إما هنا كجوان ما أنت حكوا قول استنى حكومان سدى درتات وحنلاقينا يقف عصب يمد يقوميات عصب أو الصومالي ده أنا أركين سيدو ملا زناي بو أركهاي أما من جسته أركهاي وحوا أركا قوة الصومالي هذا دقالتها هذا سياستها هذا دكذتها هذا أقامتها بأن قوة إسق أسكر ديتها مركان سكة لأوردي قا وحوا كاني برنامج اللي هذا كشتك برنامج كم حكوس على سنية وحلاية هاي حكم كمان تو حكوس سوورة قوميات كاني لقومي سنجري أرامجا عفريجا صوماليا قالها إنن دولة إنك دوري بها هي صدق حذين أنا نجاي ما تجعنتي نص وقت شعب سيناء كي يكسر وريكتي أن دولة الدفاع عنه حمر يأدي سواء عن سكفر نواب درن سواء كي مر كي أنا برنامج شيء إنتجريشن كاولا هلا سكفره أصل كيس محكوس على سيناء هاي حب نيشن إن جيسك أفريقيا لا لا قابية وحب كي حدوده الدولة جاها حب كم مهم سن هذا الله كان ولا سكون فرو مركز في رصدك كلا حذين وعيو إلا سكفر جاي كليا وحويان تك الصومالي ده أرمك على حذين مجرت أم حركة لحدنا مجرته، فرم جيبوتي إلى وجير أظن بقى لحدنا. مشروع عمركو هذا قاضنا هو مشروع صومالي ده مسلحه وجرته. سدى درتاد وحنلاه وحائس بدلي سياسي هو جامينها هي إثيوبيا هبكو وأقرن جري صوماليا هب أنا هين بهذا وأقرن يسع. وحليه أرمي صومالي واسكو مصير. شلون يقولون يضم بوضع هاين؟ ما أنت هادو حوم كوك عن توصل جلي حمر إيه أدسوا أنا يجو معمولان. سدوا حلا أقرية يقف كسدوا ده يفعل كيس وكرد وران كران. لكن واحد ربعنا كويديو ملز زناوي مركو جوجي. قف كسوا مالجا حكومة دولة دجان كسوا مالدا ملز زناوي سودر سنجري. أبي أحمد. دت كسوا مالدا دت حكومة دجان كأرمدا. ما يسقى عدري صدق. مركل برب دجان سوا مالدا. سوا مالدا أنا. maxay iska bedelay dadkii loo soo magacaabay jiray waxaan haynaa 15 madaxweyne inay marayaan 15 ka madaxweynena badankooda ama kulligood bay ahaayeen waxa ay soo dirsatay dawladda dhexe ee aan dadka deegaanka Soomaalida isbedel ka imaanin inay doortaan cid ay rabaan tii horan ka hadlay waxa weeyaan falsafada guud ee geeska Afrika abiye uu arko oo unsurka qofka Soomaaliga iyo qofka Oromiga iyo qofka Afrika suu ka fahansan yahay taa waa overview wa correct geeska Afrika waxaanu iimaaneynaa haddii deegaanka Soomaalida sayb uu arkaa تصالا أهم وحن قصيني مركي وإيماني يا أبيه صدح سنة ودقالة بأن يا أرمانا بحمري تكريه قدود ماينورة تي أهايين مركي توردي أرمادو كعضي يلا دقالة بين أنا مركي أبو حمد أحمد أحمد اللي يجي لعبد محمد عمر إن عبدي لي ننكاسي مركي وحلو صفت تكريه وحلو نعك هو يراري أرمادي أنا تاسم ولا فارستي بامكو لك جو أنا أرمي ولا لا نهاي وحمدنا قمد حيو نمان كان إسهايان هذين عن وكالميني نيجي نربك كذا وفن هو جديد. صدق حسن أمريكا أورما ده الجراعة هي بأورما ما يشق بصدين. أنا وحنا في لها هي أبي أحمد يا أورما أو ناهل الدولة دي فضل عالكني الصبح أنا ويرى ريان. يعني سبدل ك سدي يا قوتسو. وحلا ياب نقطي. سفر كي أوه ريا وأدي سوا كبحه. وقبل ك قبل كسم على ذكر ديكوب. ده يرد وحقوق عتي كابينت كيس الدولة ده. ninkii aan ka filayna jigjiga inuu weeraro jigjiga isagoo calan cas isagoo ubax wato tagay maalinta laga bilaabana ilaa maanta mashruucu isagoo abaabulayo oo Soomaalida ka dhana aan wali maana arag markii laga reebo xuduudda naga dhaxeysa oo isqa qabsi badan uu jiro baad garan markii xuduud la leeyahay laakiin halka tusaale u soo qaadanaya aragtida uu ka qabo deegaanka Soomaalida markaan u nimaadno habka wax loo soo magacaabayo sanadkii uu horeeyay nidaam aad fiican buu keenay oo nidaamka ku shitigan hadda ku sheegayo لكن سنة كدب رمتي وحن أسلها هاي وحبلا بس ده حق علي مشروع سجية أم حاردة يكاني صدى أو ربلا ومدمر ليدا يو كان مشروع عاسي ومشروع إثيوبيا كده هاي يونيتري أما سنترال جوفرمنت يو حق بدل أما دولة ده حق بدل أو الغوي يرين هي أودي فدرالك وأنا قرشة إثيوبيا ودم قاتل تاسي أنا قصامي بين غوي يالات صدق أو أت أحم حيالي أنه إثيوبيا وحكومة الجوي كرتا إن هي كلا جوكتو وفدراليزم كان قومي هذا كل سنة إسكو دين منهن إسكو لغة منهن إسكو رقم منهن سيدي من جستهدي وضن كأفر واحد يا سنتر لقد دقة وأدي سواء وحلا قصة أمر أننا كالتشر كنجي دقن كنجي وحدا بربر بين نقطة جو أنا كمركو قاتي أننا دبنا نقطة دانا هيدت كديجان كصومالي ده
qaanunka wuxuu dhigayaa markii madaxweynaha laga soo magacaabo meesha la yiraahdo jigjiga ee maxaa jira adsaaba labo xisbi baan u lahayn gooni u taagan oo ilaahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida markuu iimaanayay oo waqtiga tigreega ba gooni u taagnaa awoodaba tigreega waxa ku dhaxlahaadaan laakiin officially wuxuu ahaa xisbi golo dhaxal ee golo fulin le baarlamaan la isoo wax soo doorto wuxuu dhan waa la wareejiyay hal xisbi BP la yiraahdo la sameeyo oo central ah adsaaba laga soo magacaabayaa madaxweynaha idan marka xaq laga fiiriyo waa khatar nagu soo kordhay oo isaga iyo تيم أنا سلها أم حاردة أوبط نيد وأبابي لي شيء يا كني صدق يا واحد سلقاته. واي. الحمد لله هذا تي والله قص والله بتاع قرح بعكر دعي تكرير دجال كيد قذب كاسو كرنا شيء أرمي هذا دجال بعكس على قذب كانوا كسلة يسني هاي مرك قرح حسي من والله هذا الكهد قدم بي تكرير جي دولة كوك جل إن جوهانس بيك والله قال الله بتي وحنا اللي سوي عليه نظام كيف ضر على كأي قومية ذا كل سنة. أنت مرك لقى رهيبه واستراتيجية تو بدور أوقاتها أنا بوزيتيف بنوية. واه. وحان هاللي حرية أن الوقت يتقريق هالي جرين توس با بجت كالولا ما مولي جرين ماذا حوين هديقان كسوة معليدة يالا ما مولي جرين واتقريقة واي بجت كواحد لعي جرتي إن ديبلوقة يبصدبا انتالي عليو جانا نادا إيو انتاس إسلاقاتان إيو مركز ماذا حويني سوة معليدة ميوشي جوغي إيو دواد اوهيدا واكي جيلشو بوحين وبلايو يعني جيل اوغادين وكاد ادوك لن ادوك كقيلي يعني ميال افر كون وقف لاوطة لقلا افر تنكون وقف لقلين kufsiga dilka dhaca qixinta wixii dhan waa istaagay jabhadii overlap oo markaa hubaysnayd oo Eritrea joogtay wuxuu kula heshiiyay muddo aad u yar iyo nabad ku qaadsiye oo ku yimaadeen xurriyad waxaan helay aanu dadka Soomaalida kula communicate gareen karo hadda xuduuda Soomaalida iyo anaga berigii hore qofku si gudba soo gudba dambi baa ahayd xaqiiqad ka timid su'aal baa jiray jirtay hadda waa free diintanadi ma lagu abuse gareen jiray waa free ganacsiga de markii laga reebo nidaamka cashuuraha adag ee Itoobiya dhana la qabno wax gooni anaga nagu ah oo xoolaha anaga lagu qaadanayo ma jiro madaxweynaha ayaa iyo budgetka loo soo shubo isaga u taala soo tasarufi cid daba socotaayo la maamuleysa ma jirto ciidanka aanu leenahay markii 20,000 iyo 40,000 inta u dhaxaysa qaybiisa kala duwan anaga isaan maamulayna anaga noo taala hada wax ku xad gudbiina hada wax dilayno yani waxaan rabaa inaan dhaho deegaankanaga fatrado hada abiye yimid ishu Soomaalida kasoo horjeeda ma jiro aan ahayn waxa Itoobiyada guud loogu talgalay bari hore anaga waxnu gooni aba jiray oo dilka iyo kufsiga iyo dhaca iyo xariga anaga gooni bunu gaay Itoobiyada kale lama qabin hadda Itoobiyada kale qula simanahay hadii federaalim laga takhalusi iyo hadda laga takhalusayni laakiin waxa dhig kara 4 sano waan tanafusnay waxa jiray xagga diinta golaha ila golaha islaamka oo shiica ay tigreeg u noo keenayn oo qasab aha subax yimid buu bedelay oo yiri dadkan waa xor diintooda qofka u doortaan shacabka xaqiiqda kare Lubnaan waa toban sano ku hayay Zanawi meesha la yiraahdo Itoobiya dhan buu wixii golaha Islaamku waa sida wasaaradda arrimaha diinta Islaamka oo kale sida gola kaniisad baa jiray iyo gola Islaam golahi Islaamku intuu farageliyay wuxuu yiri maadaama oo dadku ay sunni u badan yihiin waxaan rabaa minority aan ku maamulo kaasoo niman ahbaash iyo shiicale ay intuu Lubnaan ka keenay iyo golahi islaamka Itoobiya oo dhan u dhiibay markaas dadka lagu abuse gareeyay oo qofka sunniga la xiriir masajida wax laga khudbeynayay cayda saxaabadii iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xasaskiisi tii subax abiye yimid uu joojiyay ila caawa suu u yimid intaan aanay xasuusnahay qof diin loo xiray wali ma arag waxa ka sii darnay bunuugta islaamka oo loo diidanaa 30 sano muslimiintu way baryayeen markii uu saa u yimid baa uu fasaxay waa marka waxa la dhigi karaa anaga wax weyn buu qabtay muddo hadda joogay isbeddelka siyaasadda marka sidii loo dhaqi jiray umba loo dhaqaa Soomaaliya Soomaa aniga waxaan islaahay isaga waxa ka iimaanaya ee nalagu qasbayo ma aha hadda dibkana haystahay madaxweynaha soo magacaabo laakiin madaxweynuhu waxa uu sameynaya sidii remote loogu hagaayo loogu ma hagaayo qaladku muxuu ka jiraa oo kaliya madaxweynaha loo soo magacaabayo waa qalad waana Itoobiya dhan buu magacaaba kaliya nama aha laakiin madaxweynuhu markii loo soo magacaabo space weyn buu haystaa annaga marka dhaxdanada weeyo dhibku madaxweynihii space ka la siiyay haday dhaqaale tahay haday horumarin tahay haday caafimaad tahay haday tacliin tahay haday golayo wasiirada dadka loo soo magacaabaya tahay haday amni la sugayo tahay waa wax dhayn oo yaala halkaas gaabka ku jiraa ma ahmidu federaal nagu qasbahay haday laga tagi waayo waxa jira mushkil xuduudeed haday marka la soo magacaabayo maxay ka duwan tahay marka inaad ismaamulin marka la fiiriyo annaga marka loo fiiriyo macnaheedu waa sameeyneysa way ka duwan tahay oo tii hore magacaw iyo daba socod baa isla socday hada daba socodkii baa ka yaraaday macnuhu waa tii hore kale laakiin ninka la soo magacaabay waxa lala xukumayaa caawa ayaan la soo xirbaa la dhahay xasan dil
تاسعات لا مصعته سيوت على حسابيني مركه حقه سياسيه مركه لفيريو اسبدل وين مجرو ولا سو مغعابيا لكن مركي لو يماده عمليا ام اون ذا جراوند وحان دريمينا سبيس وين او انغا ان حرونه مدحوينه يو وزيرديسا يو قدوميها قبلكا يو امنيغا يو عيدنكا افرتن كون عيدنا جوج جيرته قبلكنا مشغله كلا هينين وانا ونا لا دغالميس مجرت هذا kastoo fadliga uu warno qoray yada jabhadaha niga hubaysnaa oo ay ugu dhawdaan maxaa marka halis soo ka iimaan kara marba hadii madaxweyne la soo magacaabayo maxaa halis soo ka iimaan kara waa muwaadinta ka iimaan kartaa waxa weyn nidaam kan federalismka yaa wuxuu yahay insurance ka kaliya aan haysano nidaamka hadii laga takhaluso anaga Soomaali waa noo dhamaatay markaan si kale u dhigaa waxaan ku dhigi karaa Ethiopia kamidba ma ahaan karno hadii nidaamka federalismka laga takhaluso waay waa nidaam kimin gisto xila Maryam Ethiopia afar waaxood iyo center baahay annaga iyo harar iyo diri dhabo iyo inta oo dhan bariga afrika la dhig jiray halina askari iyo harar joogaan xukun jiray habka haduu soo noqdo no way aan Ethiopia uga mid ahaan karno waan habka amxaarada iyo kaniisadu wataan way hal Ethiopia hal luqo hal diin abadan sida darteed waa khatar bay nagu tahay madaxweynaha la soo magacaabay hadda anagu mucaaradka hadda arnahay shirarna hore aan u qabannay hadda usbuucan mid baan qabannay kuwa hadda waa weyn ma soo wadnaa ajendahanagu waxa weeye مدحوين الدم أو دوش الملوجة كينا يا ما أقبلهن. سيكو بدلك رتان بدأ أسمعك. أرمدو سيكو كينن أبيه أبيه كم إيمانن كم إيمانن بريئي وبروسس شعبه كاي وديدي. أنا هدا وحنا مثلا شعب كانوا استيج سو جاري وديه ندوش الملوجة ما كينا كلو. لأن هذا قول ما يستعمله. بس بدلك حاجة كإيمان يا أمريكا. ما تكره وكإيمان دونا أو يبغى أنا أقول إنه هرمودي تكون نقد دورة إيري. لحن إن نجا دورة إن بدحوي رهنا. وحن سليه قطب كم بقطب لورد إن يهيبه ويح أم حركة صهري. أرامو سأود أن تهاي. سو ما خلاف سنة. نظام كفدراليزم كو إنشورس ككلي عفر بنشنقول دبوب تكره دجال كان تكره هذا اللي سووه بعد قطب كانوا ككعي. سيدا درت هذا وحن سليه هاي وشابتر حد ما يبقى مشروع عمل دمرك ومشروع فشل ماي ثيورين وفشل ماي. وددان isku diin iyo isku luqo ahayn in ilaahdo xaaladii magistaal lagu soo celin waa aragtii aan shaqeynayna practically na uu fashilmay oo markii la keenay qaraxii dhacay oromaan wali lama xalin inkii tigreegana hadda ayaa Allah lagu xaliyay wali ba oo sidan leeyahay ana markaa waxaan leeyahay wayba fashilantay oo hadda mashruucaas uu soo gabaabsiyay laakiin hadduu sii socon lahaa dagaal kale anaga gobolka ay ka bilaaban lahaa marka tigreega wax laga yaabaa inay hadda hormuud u noqdaan in la isdoorto absolutely madama fowdada ka dhalatay doorashadoodii ay dheer inaga is xukumeyna marka tigreega hadda laga yahay inay ugaano waxay hadal leader iyagaaba hadda u noqon kara dadka hor socda nidaamka federalism ka ilaa ilaashado laakiin waa ijmaac Ethiopia dhig kara wixii amhaar ka soo haray waxaan ku gabagabeynaya taariikhda markaan xusno 15 madaxweynaha Soomaaliya dowlad deegaanka Soomaalida mid walba waa la keen jiray marka damar waa la xiri jiray maxay ahayd sababtu nidaamka tigreega ma si aad u fahanto waxay ahaayeen dad minority ah oo maamulaya dad majority ah qoomiyada tirakoob oo reer la sameeyay waxaanu 3 milyan buu ahaa waxayna maamulayeen 120 milyan oo bashar ah dimuqraadiyada doorasho haday keenan way iska tagayaan maxay ku maamuli kareen oo kaliya dimuqraadiyada been been ah marka qoraalka aad aragto aad buu qurux badan yahay gobol xisbi uu leeyahay luqadiisa calankiisa baarlamaankiisa laakiin inside ka wax shaqeynaya ma jirin nin la taliya la ilaaba garab fadhiya madaxweynaha oo isagu saxiixane sidaa darteed 30 sano waxaa jiray nidaam jahannamiya kaliyana ma ahay waan u darnayn لكن أرام عيد والبوغة الحاقي سيدا درتاد وحان لانا هاي صدن كي سنو اي تكتاي صدن سنو او وحاق اهيد عذاب اه او اقاب اه مشان طبعا كان ماذا حوينا وحانو مالينا يا داود بان الحرم با انت كلو دم على الحرم يا مصطفى هذا جوغنا ما قرنين حق دم ايضا لكن انت كلو دم حرق بي سوام سوابت حرق حرق سوابت حرق سوابت حوية قف كان ولكيني وحونا الضمير كيسو أقبل كريم بعلى ديه كشقة هذا مثلا نبى بحجري مالن مدحويناها ديان سامري يا شو أنت مال على جلابة على الشركة مركز التجا هي ساعة وحضل مركز سودي مركب بحكوي رواية سودي مركز أيو جاني لفدي مركز الشركة اللي تجي يوس هين كرواية أو هو شيء جديد مركز واحد عن صاحب واقف سده هو شان مركز رواد أقبل واد صحيح ده واد أقبل شيء محل هذا يسوب بدش imisa shay baan naga saxiixdeen buuro oo aan ogolayn waa madaxweyne dhano deegaan hore laga sii tuuray marka waxa weeyaan madaxweynihii baa waxa la dhigay ku shaqee wuxuuna damiirkiisu aqbalaynin markuu 10 ogolaaday ka 19 diido hore laga xiray marka ma jirtaa marka budgetkii lacagta la siiyo in la dhigi jiray corruption samee
iyada lagu eeday dib lagu xirtay intii corruption ka waliba iyagu kula cunaan janankii kula cunay akiiska hadana kugu soo oogi waxa lagu dhigi dadka walaalaha isku dadka tihiin xabada qaada wadala 500 qof dil oo shacab oo masakiina waa ONLF waa itihaad waxa doona ku soo dil 500 budafar 500 soo dil 500 kale u diidi oo dhigi kan waa arruur kan waa wixii waa lagu xirtay waxa la dhigi nagala shaqee barnaamij wada aad iyo aad u khariban oo de أنا نحدا لقى بده شيء كين كرين حد جد بيئة يعني مصور رئيسنا يسا قبل كنا جا وحلقة في دين جري إيدس سيستماتيكا يعني ولا لبيري واي وح سيستماتيكا اللي هو كحين جري دتك سمو برمجة وحلقة فوري ودن كدراك أن حد لهين لعك تلفت هذا يا دتك اللي هو قريبي أو قف والبا وحلاقي أنت اسم اللي أنت لودي بأردت مجرى الأولية والو عنسيني انت اسودنا بركيس باكا دالاني اد يا ادو ما سنتي قيبت انت سان كو هكرين ادا وديلو ما سنتين داوشده برنامج كان وها هو اها ابراهيم محمد حسين ابراهيم ديره غدوميها حزب الحريه يا سنانت اف اب دوله دغانكا سوماليدا قيبت لباد برنامج كان يعني غلي دونا حدو الله ودو لو غلادو نبد غليو سياد مر ولبو هو هشو برنامجده كبا حنولاتو دمهستران وحد وباهنتahay ان اد حكومتو اما سبسكرايبر كنقوتو برتا يوتيوب كا اديغو مركب هلي دونا برنامج كا مركي ان سو غلينو قد كما سنتهي كحرناشاها نولاتو تاقيرد اللي وحوين بينو تاهي مع السلامة.